برشا والريال. محليا عفوا محليا الامل يهزم المريخ بهدف السعدات ويتصدر. كان في تصريح يمكن لكفاح انه الامل سيصل الى 30 نقطه قبل مباراه المريخ. صدق كفاح ووصل الامل الى 30. نعم صدق كفاح، واضح انه يثق في قدره لاعبينه وفي توليفته، وصراحه بيضم عناصر يعني جيده هذا الموسم، يمكن بدايه من الحارس محمد الفاتح، مرورا باللاعب ياسر فول المدافع كابتن الفريق اللي بيقدم مستويات جيده، في عناصر مميزه اللاعب ابو القاسم، اللاعب كابتن بشير اللي صنع الهدف، استطاع انه يتخلص من اكثر من يمكن لاعبين او ثلاثه من المريخ ومرد الكره للمهاجم صافي اللي الان يحتل الصداره هداف الدوري بسبعه المحترف المميز. نعم المحترف، هو صراحه المستهدف ما كان ظاهر، شفناه في احدى فرق الدرجه الاولى في كريمه، بعدها عاد وظهر، والان هو بيقدم مستويات مميزه مع المدرب كفاح صالح اللي استطاع انه يحق يعني يصنع فريق خلينا نقول اكثر من جيد، ويستحق الاشاعه بفريق الامل. عبره مجلس اداره واللاعبين وحتى الجمهور، شفنا يا حسام دائما يتحدث عن انه جمهور عبره كان بيقوم ببعض التصرفات الغير رياضيه، ولكن الان الفتره فاتت صراحه هو كان اللاعب خلينا نقول رقم واحد في انتصارات جمهور مثالي ويدعم بقوه دائما. نعم يدعم بقوه، واضح انه يعني انتبه الى ضروره التشجيع، واضح انه النتائج كانت جيده، لكن ده ما يعني ده حقه ما يخلي الامل يعني خلينا نقول يحش انه هو خلاص وصل للقمه، لانه الامل عنده مباريات صعبه جدا خاصه في الدوري الثاني، طبعا الدوري الثاني بتختلف عن الدوري الاولى. نتمنى انه الامل عبر يحافظ على مجموعه من اللاعبين، هو عنده لاعبين جيدين، لكن في فتره التسجيلات دائما في تسجيلات الامل عبر يعني بيستغنى عدد من اللاعبين المميزين. في حديث حول المدافع احمد موسى محمد تنبيش، نعم هو ايضا مميز، حديث حول انه عنده اتصالات من القمه، اتمنى انه الامر يحافظ على اللاعبين، لان الدور الثاني تختلف، الامر عبر عنده مباريات صعبه جدا خارج القواعد، يعني الامر عبر في الدوره الاولى فاز على الهلال وفاز على المريخ داخل ارضه، في الدوره الثانيه الامل يخرج يقضي يقابل القمه، دي مساله صعبه، عنده مباراه ضد الخوضري صعبه، ولكن ده ما ينقص من قدر الامل فريق صراحه قوي جدا في هذا الموسم ودائما متصدر المنافسه. المريخ طبعا عانى من الغيابات كثيره جدا، شفنا غياب لخط الدفاع، يمكن احمد ادم بيبو منذ فتره مصاب او مريض بالملاريا، صلاح نمر اصيب، امير كمال موقوف بالبطاقه الصفراء، عدد كبير من العناصر خارج الفورما، المريخ اضطر انه المدرب جمال ابو عنجه يعني يولف عدد من اللاعبين في خيارات مختلفه زي محمد هاشم التكت لاعب وسط ولاعب في الطرف اليمين، لاعب ضياء لاعب وسط مولف في قلب الدفاع بجانب اللاعب حمزه ودل اصلا، هو ايضا عايد من اصابه، يعني التوليف ما كانت جاهزه، الغياب اثر على الفريق، لكن في النهايه لابد ان نشيد بالامل نقول انه قدم مباراه يستحق. في الشوط الاول المريخ كان افضل، خروج التكت اصابته اثرت في مردود لاعبي المريخ صراحه وادت الامل وغيابات خط الدفاع ايضا في نعم غيابات تاثر بها اضافه الى اصابه التشو خروجي الشوط الاول والشوط الثاني، طبعا الشوط كان مختلف للامل، استطاع ان يحقق النتيجه، مبارك للنتيجه للامل، وان شاء الله دائما دارين الفرق تكون قويه من اجل قوه المنافسه في الدوري الممتاز. نعم.